صغيرها الى كبيرها. هذا هي تكون داخل قبة عبد الله السالم. وبالنهاية كيف تصوت وانت بالشارع؟ صوت وانت داخل القبة، اما داخل الشارع لا يكون مجال فيه، هناك غالبية وهناك تصويت، والرأي والرأي للغالبية، بس والرأي والرأي الآخر داخل قبة عبد الله السالم. قلت ان بالنسبة للخروج الشارع هذا يناقض الدستور، بس هو الدستور كفل حرية الرأي يعني، وكان خروجهم يعني راي كانوا يبي يبدون برا بالشارع من خلال الشارع نفسه او الشعب الكويتي نفسه. والله ناصر انا اتكلم، انا قلت في هذا الموضوع اذا كان من يمثل الامه بالشارع هم النواب فقط قد اصدق اللي انت تقوله، بس اذا كان من يمثل الامه باحثين وسياسيين وطلبه وشباب والكل يصعد المنصه ويتكلم بحريه، فهذه أنا أتصور هم ليس النواب. إذا كانوا النواب من يطلع المنصة ويصرح قد أصدق، ولكن أنا رأيت أشكال أنواع من الناس الذين لا أثق، كما أن لا أعلم منو توجهاتهم أولا، من أين يندسون ومن خلفهم، إذا كانوا مندسين أو إذا كانوا يعني ولاهم للوطن. وإذا كنا نثق في هذه المجموعة التي تخرج وتتقلد المنصات فأتصور يعني هذا يجب إلى أن تتحقق منها التحقيق. الحين المرشح سيرته الذاتيه وخروجه يبين من هو، ومن ثم يدور من ديوانيه لديوانيه ويكون من اهل الكويت ومن المعروفين، ومن ثم نختاره ان يمثل الامه. اللي يتصدر ويصعد المنصه بالشارع هل تعرف ما هي خلفيته؟ هل تعرف ما من 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 ورائه؟ ما نعرف. اي واحد ممكن انه يصعد المنصه بالشارع ويتكلم ويشق الوحده الوطنيه ويتكلم بحريه وبمبدا مثل ما تفضلت، مبدأ الحرية، والحرية ليس مطلقة، الحريات ما هي بس مطلقة. بس اللي صعد المنصة أكثر من زملائك أعضاء مجلس الأمة. أحترم رأيهم داخل قبة عبد الله السالم، لأن ممكن إني أرد، هناك لائحة داخلية وهناك جدول أعمال، وممكن لأي نائب أن يبدي وجهة نظره داخل قبة عبد الله السالم، وممكن لأي نائب أن يرد عليه، ولكن بالشارع بحكم يعني هي فوضى الشارع، الغابة، إحنا أخذنا حكم الغابة هني بعمه وحكم البرلمان والأمة. بحكم أنك كنت رقابي على دور مجلس الوزراء، شنو تشوفه من مجلس الوزراء السابق برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد؟ طبعا احنا من البداية يعني قبل المعارضة، يعني يخطأ من يعتقد أن المعارضة من يقول أن هناك فساد إداري ومالي. أول من قال هناك فساد إداري ومالي احنا، واحنا نعتقد أن هناك واجب علينا أن نصلح هذا المسار. كذلك أول من اعترض على طريقة اختيار القياديين نحن، واحنا قلنا احنا خرجنا من المربع الاول وسميناه المربع الاول لان هناك خطه وهناك برنامج عمل وهناك ميزانيه اقرت، هذا المربع الاول. وكنا يعني نعتقد ان المربع الثاني، شفت ابو يوسف ان لم نلتزم بالمربع الاول وننتقل الى المربع الثاني. شنو الخلل اللي انت شفته فيه في مجلس الوزراء؟ يعني مجلس الوزراء يعني احنا نرى ان يعني هو يمثل الوزراء، احنا نتكلم الوزراء المعنيين من يقوم. احنا طلبنا حكومة تقنقراط، وحصلنا على حكومة تقنقراط، وكان الواجب ان نراقب الاداء ومن ثم نراقب الانجاز حسب البرنامج، ومن ثم يعني نسائل ونعدل المسار. انا رأيت ان اولا الوقت قصير، لم نعطي الوقت الكافي، لم يعطى الوزراء الوقت الكافي، هناك اخطاء وزارية كان يفترض ان يعني يتم مساءلة هذا هؤلاء الوزراء، هناك لجان تحقيق كان يفترض أن نأخذ هذه لجان التحقيق ونتائجها ونحاسب الوزراء ومن ثم ننطلق بتعديل المسار. ليش ما أعطوهم فرصة الوزراء؟ ليش ما أعطوهم فرصة؟ لأن كان يعني الهدف معلن ومسبق إعلانه، حل مجلس الأمة وتغيير، سموها نهج، ثلاث أربع أشياء طلعوها، تغيير حكومة جديدة، نهج جديد، رئيس مجلس وزراء جديد. هم من يملي علينا، فهذه تمليئة للشارع وليس لتملية للأمة. احنا كنواب نرفض هذه التمليئة، احنا نرفض ان يملى علينا من يرقب كجزئية او كتجمع سياسي، كتلة سياسية، تجمع سياسي، ايا كان من وراء هذا لا. وين مودينا؟ شنو النتيجة؟ وين رايحين؟ 50 سنة الكويت معطلة من بسببهم هم هذيلا. انا هم بعد اكثر من مره قلتها داخل قبه على السلام ولزملائي انه وين وديتونا؟ 50 سنة احنا ننتظر التنميه وننتظر اصلاح، الى ان يعني انقطاع الكهرباء وتعطيل الدراسه ومناهج مخالفه للدستور ومخالفه للوحده الوطنيه، ويعني فوضى. ما نرى ان هناك حتى التذمر العام ان
من يصلح للقيادة أو من عنده القدرة للقيادة لم يعطى الفرصة. كذلك أبو يوسف أنا لاحظت أن أنت كان لك كنت عضو في لجنة الميزانيات داخل مجلس الأمة وكنتوا تتعبون يعني كذلك دورك كان فعال وايد باللجنة هذه بس كنتوا تتعبون على الميزانية بالأشهر بالثلاث بالأربعة أشهر وكانت الميزانيات هذه لا ما يكون لها أي دور يعني لاحظناه بالفترة السابقة يعني كنتوا تتعبون وكانت تنحط الميزانيات داخل الأدراج. ناصر الكلام هذا يعني احنا جينا استلمنا المجلس في 10 ميزانيات معطلة 10 ميزانيات سابقة معطلة والحساب دائما يأتي نهاية السنة وتوضع الميزانيات وأهم ما فيها طبعا الباب الرابع هو باب المشاريع وكذلك يتم المحاسبة في الخمس أبواب. وإحنا لما نتكلم عن خطة تنمية مدتها 25 سنة قسمت إلى 5 سنوات ومن ثم نقر ميزانية سنوية. الميزانية السنوية هي اللجنة تسمى لجنة الميزانيات والحساب الختامي يعني هي شقين أول شيء تقر الميزانية ومن ثم تحاسب بالحساب الختامي. فإحنا نقول أن أقرينا ميزانية ومن ضمن الخطة لأن الخطة كان يفترض فيها 5 سنوات أعطينا إلى ميزانية فإحنا حصل لنا فرصة في نهاية سنة واحدة أن نحاسب حكومة واحدة أما السنة الثانية التي حل فيها المجلس لم نحل لأن هي الميزانية تنتهي في 31/3 فيفترض أن الحكومة تقدم لنا الميزانية قبل نهاية الميزانية بشهرين إلا أن احنا يعني استطعنا أن نضع عدة آليات رقابية على الحكومة من أهم هذه الآليات أن يكون الصرف من ضمن مشاريع الميزانية تحدد بمجموعة مشاريع ويمنع الصرف خارج هذه المشاريع وهذه تعتبر تسهيل وطلبنا كذلك أن تكون الحسابات كلها بنظام حسابي واحد لكل الوزارات يتم متابعته من وزارة المالية فإحنا عندنا الرقابة المسبقة وعندنا الرقابة اللاحقة الرقابة المسبقة من قبل وزارة المالية في كل وزارة تأتي في ملاحظاتها وكذلك عندنا كذلك الحساب يعني التدقيق الختامي يأتي من ديوان المحاسبة ديوان المحاسبة هي الرقابة اللاحقة وفي لجنة الميزانيات والحساب الختامي وزارة المالية تكون موجودة وكذلك ديوان المحاسبة يكون موجودين الاثنين طبعا جهات رقابية والاثنين عندهم ملاحظات فالمطلوب ان الوزير المختص ان يعدل الملاحظات المقدمة من ديوان المحاسبة وهي كثير لأنها هي يعني إذا تقول إذا هذه الملاحظات لا يتم تعديلها فمعناته أن الوزير يجب تغييره أو أنه لا يعلم كيفية إدارة شؤون وزارته فيعني دور هذه اللجنة دور كبير بالمحاسبة لكن الخلل من الوزير مثل ما أنت إذا لا إحنا طبعا إحنا نقول الوزير هو الشخص المساءل سياسيا نعم فدائما الحساب يأتي الوزير ما لا يأتي لوحده ما يجي بروحه في لجنة الوزير يجي ويجيب معه وكلاء المختصين ويجيب الوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات في مرات يجيب مجموعة ليس بقليلة وهناك طبعا عندما تقول وزير يدير وزارتين أو وزير يدير وزارتين ويدير كذلك هيئات أخرى فالوزير مسؤول عن أكثر من جهة هذه الجهات طبعا عشان كذي أبو يوسف أنت طالبت بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمة وكذلك طالبت بزيادة عدد الوزراء أساس لكن الوزير يمسك أكثر من وزارة نعم هذا إذا تم يعني في تعديل للدستور لأن يعني لا يجوز أن يكون عدد الوزراء أكثر من 1/3 أعضاء مجلس الأمة فالحين إحنا عندنا 16 يعتبرون نعم. تقريبا 1/3 أعضاء مجلس الأمة نعم. ولهذا السبب إذا زاد عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 75 ممكن أن يكون عدد الوزراء 25 ولكن الكثير يتخوف أن يفتح باب ترقيح الدستور خوفا من الباب الثاني ذكرت قبل قليل أن الحكومة كانت تكنوقراطية حكومة تخصص مع العلم أن ذكرت أنها لك تصريح أن هذه حكومة سلق بيض هذه جهة الوضع اللي شفناه من أعضاء مجلس الأمة البعض منهم لما خرجوا للشارع بسبب دور الحكومة هناك تصويتات أنت انتقدت جزء بسيط من الحكومة مع العلم أنه كان أكثر الناس اللي يحبون الأستاذ عدنان المطوع يقول نبيه يستجوب نبيه يطلع نبيه يصعد بالمعنى أصحها أقول لك وأتكلم فيها بشفافية
لما تقول هناك في وزراء محصنين من الاستجواب، لا انت استجوبه ما حد يمنعك منه، ليش ما صعدتم اللي شفتم متخاذلين؟ لا لا يعني طبعا وجهنا عدة يعني تهديدات، هي التلويح بالاستجواب قد يكفي التلويح يكفي لتحقيق بعض الأجر. يعني انت لما تقول اخذ 19 استجواب على كل الوزراء، فانا اتصور يعني كثرة الاستجوابات تغنيني اني اقدم بعض الاستجوابات الخاصة فيني. لما ارى انا هذه 19 استجواب موجهة الى الحكومة، فانا ممكن اني انا ادي الدور الرقابي او اني اساهم في هذه الناحية اني اكون استجوب، يعني اذا كانت قالبية الوزراء. اما ان اقول انا سلق بيض، اتصور ان هذه الكلمة قيلت عن موضوع وليس عن تشكيل الحكومة. انا استعملت هذه الكلمة، نعم انا ما بس ما كنت اتكلم عن ان الحكومة سلق بيض، انا كنت اتكلم ان الحكومة سلق بيض، الحكومة لا لا، انا اتكلم عن بعض الامور التي تنجز بطريقة عشوائية كأنها سلق بيض. يعني احنا نقول اذا كان هناك بعض الانجازات تنجز بطريقه سلق البيض، يعني انا اعطيك مثال على ذلك، اعطيك يعني ان هناك احنا لما نتكلم عن مشاريع وطريقه انجاز المشاريع او اختيار القياديين، احنا نختار، احنا نقول بعض عندنا انتقادات على الحكومات، ما نقول ان ما عندنا احنا، لا ليش ما استجوبتوا؟ مو شرط استجواب، عندنا الحين اول ما اخذنا لجنه تحقيق عندنا لجنه تحقيق، عندنا لجنه تحقيق في مواضيع معينه، عندنا لجنه تحقيق في موضوع محطة مشرف وكارثة مشرف، عندنا لجنة تحقيق في موضوع أستاذ جابر، عندنا لجنة تحقيق في موضوع اختراقات الحدودية، عندنا لجنة تحقيق في موضوع الميمون، عندنا لجان تحقيق ممكن أن تؤدي أحسن من الاستجوابات، لأن الغرض هي منها هي تعديل المسار، الغرض منها هي تصحيح أخطاء قامت فيها الحكومة. الاستجواب معناته أنك أنت ترغب أو أنك تلوح أو تهدد، وهي أداة تستخدم في آخر المطاف، وليس اني انا غير قادر اني استجوب. انا هم بعد كذلك لوحت باستجواب قد ممكن استخدمه في حاله عدم الاطاحه في خلل موجود في الكويتيه، وهناك يعني هذه في فتره واعطيت فتره وقلت اذا الوزير لم يقوم بتقديم اسئلتي في الوقت المناسب سوف استجوبه، ولكني كنت راضي انه هو قام في واجبه، يعني الوزير ممكن انه يقوم بواجبه. انصافا للحق بيوسف، هذا من ماخذه انا من النت، اسئلتك البرلمانيه، اقتراحاتك برغبه، اقتراح بقانون، يعني قايم بدورك، مو القصد انه لابد تسال، لا بس خليني اتكلم بشفافيه، انا لما اتكلم اقول لك على الخمسين، يعني شفنا هناك يقال على الاعضاء ككل اجندات خاصه، هناك في تحزب، هناك في كمثال ادعاءات المليونيه اللي هي لبعض زملائك اعضاء مجلس الامه، هناك توجهات، يعني صار عندنا ملل كمواطنين كويتيين، صار فيها كل واحد وربعه، صار فيها الفاظ، صار فيها يمكن عشتها وزملتها اللي التعارك بالايدي، صار فيها ما هذا اللي احنا تعودناه منكم، انتم قدوتنا، انتم اللي تشرعون لنا وتريحوننا، انتم اللي تعطونا الرفاهيه بدوركم اللي انتم تقومون فيه كاعضاء مجلس امه، يعني خلينا نقول لك بمعنى اصح همومنا كثيره استاذ. والله أنا كلامك صراحة الداح يعجبني، ولكن أسئلتك مناغم مقارنة يعني متعارض مع هذا، يعني الجواب اللي أنت تفضلت فيه هذا يوجه للمعارضة، يعني احنا بالعكس احنا كنا نلجأ إلى التهدئة، ما كنت يعمل المعارضة صحيح، لا ما لازم يوجه للمعارضة، هم من يستخدم الألفاظ والترهيب والتوعيد والضرب، يعني من الحين يبلشون يتوعدون ويتهددون وكأن الوزير يعني مثل ما قلت انت يعني خشخيشه كل من يجي يتعرض له ويعطيه الفاظ بذيئه والفاظ سيئه. استاذ عدنان يعني المفروض حتى المخاطبات بالالقاب، المفروض يعني حتى لما تخاطب يعني تصرفات لا تنمو عن النائب ولا تنمو على ان هذا النائب يجب عليه ان يحترم نفسه حتى يحترم وحتى يحترم الاخرين حتى يؤدي واجبه بالصحيح. يعني بالعكس أنا أنتقد هذا الأسلوب وأنتقد هذا الصوت العالي وأنتقد كذلك مثل ما قلنا أنتقد الخروج إلى الشارع واستخدام أدوات غير دستورية. مع الأستاذ عدنان سنتين ونص ما نقدر، هي أول سنة أنت لك تحت قبة عبد الله السالم، خلال سنتين ونص ما نقدر نحكم في هالسنتين ونص ونقول والله الأستاذ عدنان المطوع ما أدى دوره، هذا خاص لحقك، هذا العاقل يقول هالكلام هذا، بس أنه ليش أنا مواطن كويتي تصوتون مع تحويل السريه، ليش دائما تصويتكم في جانب الحكومه؟ ليش ما يكون في جانب الامور اللي انتم تشوفونها؟
خطكم واحد، اتجاهكم واحد. احنا انتخبنا من الامه ونمثل الامه ونمثل الناخب، ووجهات نظرنا تحمي الامه وتحمي الناخب وتفصل ما بين السلطات، ومتى ما راينا